Hello, everyone. مرحبا جميعا. شكرا لانضمامكم الينا اليوم. جميل جدا انكم انضممتم الينا اليوم في هذه الفعاليه. مرحبا بكم في الاولويات الاستراتيجيه في هذه الوجهه الممارسات في اجتماع التحالف. هناك بعض الامور المفاهيميه حول البيئه اللاجئين. هذا يوم اللاجئين وهو اليوم الذي سنعرضه. أنا أعمل في اليونسيار مغوضية اللاجئين. هناك متحدثين رائعين اليوم ينضمون إلينا. فقط بشكل سريع اليوم لدينا إيمي جابرييل، لديها 19 سنة في الخبرة في أمور الإنسانية وخبرتها في حماية الأطفال والبرامج وأيضا المشرف في حماية الأطفال والأمور القيادية في الإدارية في الدول لخمسة سنوات. مرحبا إيمي. إيمي ستنضم أيضا بجانا، وهي مساعدة بروفيسور من جامعة كولومبيا، وهي أيضا في تعمل في مجال البحث في المفوضية اللاجئين، وستكون هناك عملية تقييم في هذا المنحة في البرامج التي يقدمها، ولها خبرة في دعم فريقها. وسوية جامان ستنضم بجو من أوغندا. جود يعمل في أوغندا 10 سنوات من الخبرة في تنفيذ حماية الأطفال في أمور الطوارئ والبرامج، وعمل سابقاً في Save the Children العالمية في برامج حماية الأطفال. جود لقد قابل تنفيذ هذه البرامج في أوغندا وفيما يتعلق باللاجئين في جنوب السودان، وهذه المواضيع التي سأقدمها اليوم. وبعد ذلك سننتقل إلى ماوا. ماوا وهي أيضا ممارسة في أمور البحث في حماية الأطفال والتشرد القصري، يعمل في اليونيسف وفي أدنبرا وكولومبيا وأي برامج اللاجئين وفي هذه اللجنة. وإذا لديكم هذه اهتمام في البحث والتعلم من الممارسات، والمتحدث الأخير أوسكار هو يتحدث لنا من بيرو، 16 سنة من الخبرة في حماية الأطفال، وكان مدير في حماية الأطفال ومدير عام في وزارة مينلان وحول سكان البيرو، وهو يعمل مستشار حول حقوق الإنسان في المفوضية اللاجئين. شكراً لانضمامكم إلينا اليوم، وسأريد أن أسمع منكم اليوم. نتحدث بشكل سريع حول اللوكاليزيشن، التوطين والاستراتيجية. الشريحة التالية لو سمحتوا، كما ترون هنا التحالف الاستراتيجية 2025 يعطي حول التوطين والاستراتيجية وأولوياتها. هذا يعني طبعا التحالف يؤمن في التمدد في التوطين وفي أمور الكرامة في الحماية واللاجئين، وهذه هناك أساس قوي في التحالف في البرامج وأيضا تدخل فيها للمساعدة ومشاركة المعرفة والمهارات والفرص، وأيضا هناك انتقال في القوة. وننتقل إلى الشريحة التالية لو سمحتم. أنتم لقد انضممتم إلى الورشة السابقة لاحتفال يوم اللاجئين. سمعنا اللاجئين يتحدثون عن أهمية للتأكد أن اللاجئين يكونون في القرار
والحلول على أمور الوطن على الصعيد الوطني وأيضا في المجتمعات لتقودها اللاجئين. كيف تقوية وترويج هذه حماية الأطفال والفرص وأيضا التمويل مهم جدا في الأمور التوطين؟ وكما ترون في الشريحة التالية الاستراتيجية التحالف لديها ثلاثة أهداف أساسية في هذه القطاعات. أولا المشاركة ذات أهمية في المجتمعات اللاعبين المحليين والشركاء في التطوير ووضع المفاهيمية في حماية الأطفال والإرشادات والحماية. كلها نحن نطور هذه الإرشادات والتوجيهات بعيداً عن اللاجئين ونقدم اللاجئين في هذه البرامج، وهذه أيضاً أهداف جديدة لهذا المنحة والتأكد أن اللاجئين والمجتمعات أن يكونوا جزءاً من الحل والعملية. تلك التحالف وأهدافه يعرض ويسلط الضوء على توسيع الفرص ومشاركة الفرص والعروض في التعلم للاجئين على الأمور الوطنية والمحلية واللاعبين المحليين، وإعطاء هذه البرامج لأنفسهم وتحسين تدخلنا، وهذا أمر مهم بالعمل مع اللاجئين ومع أيضاً الأشخاص الآخرين المشردين والتأكد أن لديهم جزء من هذه العملية. وأخيراً تحسين الفرص والتنوع والفرص وتقوية حماية الأطفال والأولاد، وهذا أمر من الأهداف المهمة. وهذه العروض ثلاثة عروض سيسلطون الضوء على الجهود ونفحص ما الذي يجب أن نفعله لنعكس على عملياتنا وكيف تكون التوطين يمكن أن نكون مهمة في المجالات نعمل فيها. وبذا هنا ما هي التوطين تعني للاجئين والمشردين وخاصة بدون الجنسية، وكيف نحن نضع تلك الأولويات حيث أن نسمع من المتحدثين يعكسون على هذا المفهوم، وكيف تعمل هذا في العمليات التي نحن نعمل عليها. ونتحدث إلى المتحدثين وشجعكم أن تسألوا أسئلتكم في صندوق الدردشة للمتحدث الذي سيتحدث، وبعد ذلك سنجاوب على الأسئلة التي لديكم. في نهاية الجلسة لدينا أمثلة يمكن أن نركز عليها، ما الذي يجب أن تفعلونه في المستقبل للتأكد أن الانخراط والمشاركة في تلك المواضيع وتتزامن مع الأهداف وتنفيذها في العمليات. وأريد أن أدعو أمي وجانا ولتحدثوا في البيئة اللاجئين في أوغندا. تفضلوا. شكرا جزيلا كليف، جانا وأنا وجوبر سعيدون أن مشاركتكم اليوم. نتحدث من الدراسات طويلة من السنوات في جنوب السودان ومخيمات الأطفال ومجتمعاتهم على الرغم استجابة اللاجئين في أوغندا. إلى الشريحة التالية لو سمحتم. الشريحة التالية لأولئك ليس لديهم معرفة بهذه الأمور. الأولى التدخل كيف يغير. إذا شاركتم الأطفال في أمور بيئة آمنة وسليمة بمدربين مشاركة منهم، تشعرون أنكم لستم لديكم الحماية الكافية أو الرفاهية الاجتماعية والمجتمعات والذين يرعون في دعمهم في حماية الأطفال. التشريح التالية.
خلال العقد الماضي لدينا شراكة مع منظمات مختلفة في جامعة كولومبيا بالإضافة إليها وفي أوغندا والبران. هناك فرق الطاقم الفريق في السي اس اس وبالإضافة إلى الأمور الإنسانية للطارئة المختلفة وكيف تكون أكثر فاعلية. بدأنا هذا البحث قبل عقد من الزمن في أمور منهجية وكيف نحن ندرسها. وترى السي اف اس هم لينون في طبيعتهم ليتوسعوا في حماية الأطفال وعائلاتهم في مواجهة تلك الاستجابة كما هو نحتاج إليه. النشاطات يمكن لديهم مضامين مختلفة والخدمات التي يجب أن نعرفها. الدراسة السلسلة الأولى من الدراسة هي تكشف أهمية النوعية للحماية وتأثيره على الأطفال وكيف أن النوعية تبقى في البرامج في المهارات وأيضاً كيف التعامل مع الأطفال. هذه المؤسسة والبحث هنا في مضمون الأمور الطوارئ الاستجابة وهي تأثير فيما يتعلق للحماية الاجتماعية النفسية في الفترة القصيرة حول عمر الأطفال والأمور الإنسانية وهي أمور تضعها بالنسبة للظروف. وهذا هو المضمون الذي نضعه بالنسبة للأطفال بالإضافة إلى كشف الدليل والبراهين حول التدخلات فيما إذا استفاد منها الأولاد. وبعد أطلقنا هذه الدراسة في مضمون الفعالية وتأثير على الأطفال في أوغندا. هذه الدراسة بدأنا وإطار عمل في الصحة المستدامة للأطفال من خلال الرفاهية والتدخل. وأعطي الآن جو بعد جانا حول الدراسة والنتائج. شكراً. الشريحة التالية لو سمحتم أنا سأتحدث عن الأمور التي طورناها من خلال الإرشادات للأدوات الصغيرة في التدخلات وبالنسبة للتعليم وخاصة تأثيره على الأطفال في النشاطات. النتائج السابقة هي ما عملنا عليها في العمليات في هذا الموضوع أن نعمل نعالجها بشكل أفضل. هذه الأدوات الصغيرة التي عملنا عليها كرؤية أعطت مساحة العملياتية نعمل فيها وأيضاً النشاطات المعروفة وأيضاً بالنسبة للأمور الاجتماعية المختلفة في ورشات أربعة مختلفة في تلك البرامج. الشريحة التالية لو سمحتم. هذه أيضاً الدراسة لديها أهداف. هدفنا هو التعريف على التأثيرات القصيرة والبعيدة المدى وما هي المستويات الآن الموجودة وكيف يمكن تطويرها بالنسبة للصحة والرفاهية والحماية وأيضاً مقارنتها بأمور العملياتية التي قمنا فيها في المنحة التدخل. قطع الصوت. قطع الصوت. لا يوجد صوت. I think we lost the connection with the... لقد فقدنا الاتصال مع جوب للأسف. Mute. أنت صامت الآن. رجدفعي تسمعونني الآن؟ نعم نسمعك. أعتقد لدينا في الشريحة الخامسة سأنتهي ما بدأ به جوب. هو يذكر
الدراسة ونتائجها ننظر إلى هي التأثير البعيد والقصير المدى وننظر إلى منحى جديد حيث كان يتحدث عنه هذه الدراسة في مجالات مختلفة في صحة الأطفال وأيضا الصحة النفسية والاجتماعية وفعاليتها في هذه القطاعات وعدم وجود تدخل في تلك الأمور الممارسين يستخدمون في عملهم في هذه الأدوات الصغيرة بشكل كبير وبطريقة قوية ذكرناها بشكل كبير وهذه البحث أيضا يتضمن التمويل وخاصة النتائج والتأثير وننظر إلى تنفيذ CFS على المجتمعات في النظام حماية الأطفال وأيضا التعريف هناك أمور محلية للأطفال كيف يمكن هذا التغيير يكون فعالا أطلقنا أيضا اختبار قصير قبل التدخل وبعد التدخل وبعد 9 أشهر خلال مرحلة التدخل الأطفال بشكل عشوائي تم اختيارهم خلال فترة الدراسة ولقد تم اختبار هذه الاختبار قبل التدخل الشريحة التالية لو سمحت هناك النشاطات في نظام التدخل المساعدة للأطفال بالنسبة للحماية في التوطين المشاركون سئلوا أن يذكروا مؤسساتهم وأطفالهم في هذه المستوطنات وخلال هذه التقييم أي تحديات بالنسبة للخدمات وسألناهم أيضا نسأل المجتمعات يتعلم بشكل أفضل في الوصول إلى هذه المجتمعات بشكل قوي والمجالات في المجتمعات تكون هي إيجابية وكيف يمكن أن تكون الحماية وقبل أن نضع النتائج بسرعة إلى النتائج نريدكم أن تتدخلوا وتقولوا لنا ما الذي أنتم تفكرون بالنسبة لهذه الأسئلة التي سألناها في هذه الاستطلاع وهذا السؤال الذي لدينا نسأل هو متعلق خاصة بالبيانات أحد النتائج البحث الذي سلطنا الضوء عليها سنتحدث عليها بشكل أكبر في الشريحة التالية الرجاء تفضلوا شاركونا آرائكم كيف تشاركون المجتمعات المحلية وخاصة مع الأطفال والمراهقين اللي كيف نقدر هذا التدخل المناسب الذي يمكن استخدامه لبدء استجابتنا؟ Okay, so hopefully you should be able to manage Jumbo. نعمل هناك على لائحة الجامبو تدون هناك على أزرار يمكن أن تضيفوا أجوبتكم الرجاء شاركونا أفكاركم وسأعطي الكلمة إلى جانا وسنحدث عن النتائج البحث مرحبا جيني مرحبا بك هذه هي الآن في البيت أنا سأتحدث قليلا لدينا شريحة واحدة فقط حول هذا الموضوع هل تستطيع نعم الشريحة ما وجدناه هذا أمر سريع هذه الأدوات الصغيرة والمنحة في التأثير الصحي على الأطفال وخلال أيضا التدخل هو أكثر فعالية على الأطفال وخاصة لديهم توتر اجتماعي في المدى القصير على الأطفال وهذا يوسع إمكانية الأفراد للتدخل الشريحة التالية سنرى خلال الفترة الطويلة المدى الأدوات الصغيرة تلك هناك التدخلات ونسأل التوتر أكثر فعالية
different effects by gender. هناك تأثيرات مختلفة على الأطفال كما ترون والأدوات الصغيرة فعالية على الأطفال. الأطفال لديهم تحسن أكبر على الصحة في تلك البرامج أيضا فتيات صغيرة لديهم لقد هذه الاستراتيجية والشريحة التالية ترون أيضا الصبيان الصغار لديهم هناك أيضا تحسن للقصير وبعيد المدى ونرون بالنسبة للحماية والتوتر لقد استفاد كثير منها هؤلاء الأطفال الشريحة التالية أيضا النتائج هل أنت معنا جوب؟ نعم نعم بالنسبة للنتائج عملنا هذا التغيير بالنسبة للمدى القصير هذه أدوات الصغيرة للمدى الطويل بالنسبة لهذه الدورة بالنسبة للأطفال لقد تم ترجمتها على في نشاطاتنا على الفتيات وهذه الأدوات لقد عملناها في هذا بطريقة قوية في التعلق لإمكانيات أيضا لتقليص هذا التوتر الاجتماعي النفسي وأيضا بالنسبة للمناخ الصعب والخطير نحن عملنا قياس حول التوتر وتأثير هذه النماذج التأثيرات وكيف يمكن أن تستفيد من الأطفال بالنسبة للأطفال هناك توتر كبير عملت فيه هذه البحث ظهر لنا وهناك بعض هناك أمل قليل شعر به من قبل الأطفال وأيضا هناك توتر اجتماعي نفسي أيضا كان قليل وبالنسبة لفعل تأثير هذه الأدوات الصغيرة على المجتمعات البرامج عملت تأثير قليل على الدعم الاجتماعي والنفسي نحن نراقب تلك هذه الفعالية ونتصل مع المجتمعات في حماية الأطفال والأنظمة والأطفال الذين تشاركوا ودعم الخدمات إلى الأكل والخدمات الصحية والطعام والحماية وأيضا ما فعلناه هنا تسليط الضوء على عملية الأمور في أوغندا والوصول إلى أمور التوطين كانت هذه المصادر الأكثر فعالية التي عملنا بها وكيف مساعدة المحليين ودعمهم في مجال الحماية والتوطين. So let's go to the next slide. الآن إلى الشريحة التالية الوقت لنختتم الآن بالنسبة للاختتامات والتوصيات في هذا البحث لنرى السي اف اس يعمل بشكل جيد سي اف اس قامت فيزيوكا استجابة جيدة في حماية الصحة الاجتماعية والنفسية للأطفال وبعد هذه خاصة في تطور مبكر للأطفال لديهم فرص لتطوير هذه المفاهيمية وأن يدوم هذا التحسين للمدى الطويل المدى يمكن يكون تأثير كبير في هذا المنحة وظروف الأمور الطارئة لم نراها في السكان وأيضا في البيئات للحماية يمكن مشاركة والتعاون مع المجتمعات والهياكلية المحلية في الخدمات والخدمات المحلية لحماية المجتمعات ما الذي يمكن كثير من الأمور يجب أن نفعلها وأن نعمل لتحسين برامجنا والاندماج وكيف يجب أن لدعم الحكومات لحماية الأطفال والأخيرا هناك أيضا عملنا ركزنا أن تعمل تلك البرامج بشكل فعال
الأمور المحلية والوطنية وهذه من التوترات لرفاهية صحة الأطفال. Amy, you're on mute. لا يوجد صوت. I'm so sorry. I just wanted to. أردت أن أقول شكرا جزيلا لسماعي الآن شرائحنا اليوم والفريق والمتحدثين وللدول المضيفة والمجتمعات. لقد نصحوا أن يقودوا تلك الرحلة معنا. سنشارك هذا الرابط حول البحث في هذا في صندوق الدردشة. شكرا إيمي. الآن جوب. شكرا، كان كلمتكم رائعة. ترون في صندوق الدردشة لدينا سؤالا لنتوسع عليه قليلا. ذكرتم أهمية المضمون، هذه الخدمات المكملة والهيكلية. اشرحوا قليلا كيف يمكن فعل ذلك لتكون أمر ذات تأثير على التوطين تلك الأمور. هل يمكن أن تشرحوا أكثر؟ أعتقد يمكن أن أشارك بعض النقاط. جوب، بعد ذلك يمكن أن يجاوب. أولا، من الأمور تعمل مع المجتمعات اللاجئين هي الطاقة والإمكانية التي هي موجودة. بدأنا البرامج، ومن المهم جدا ما هي المجتمعات والطاقات هي المتاحة أو الموجودة، وخاصة على سبيل المثال بالنسبة للأطفال وأهاليهم، وهم يتصلون سوية للمشاركة في تلك المجموعة والبرامج. سمعنا أيضا منذ البداية في الفعالية وخاصة الاستماع إلى الشباب يفهمون الاحتياجات الحقيقية والتوسع وما الذي نحتاج إليها، والمهم بالنسبة إلينا يكون ذو فعالية أكبر، ليس فقط في موضوع التنفيذ ولكن أيضا انخراط مع هذا وأفراد المجتمعات. الأطفال أنفسهم يكونوا جزء من هذه المضمون في البرامج، وبذلك ليس فقط لزيادة هو ملكيتهم ولكن أيضا قدرتهم لينخرطوا في هذه الاستجابة الكاملة. شكرا جزيلا. أرى بعض أسئلة أخرى بالنسبة لحماية الأطفال. الاستجابة هنا في صندوق الدردشة بالنسبة للتأكد أن المجتمعات اللاجئين خاصة اليافعين منهم ينفذون يخططون. هناك تحديات نراها يمكن أن نعالجها في النهاية. سنستمر بمواضيع اللاجئين والتوطين وأيضا هذه التحديات التي يواجهونها. لدينا بضع دقائق، إذا هناك بعض أريد أن أضيفه هنا حول أمور المضمون والتوطين. ومن ناحية البحث، هذا العمل نعمل بالتعاون مع المجتمعات والمجلس الاستشاري الذي هو نشيط في تصميم هذا البحث وأيضا التنفيذ، وما ننظر إليه هو هذا قياس للنجاح في هذا التدخل. وبذلك وجدنا لقد كان غنيا جدا ويساعدنا كثير. تأكد أن نتائج البحث هذا أن نأخذها ونمضي فيها في المستقبل. شكرا جزيلا. مالا، تفضلي. معنا مارا وهي ستحدثنا عن تجربتها في التوطين وفي تصميم البرنامج في سياق المكسيك. شكرا للفريق السابق. ننتقل الآن للاستماع إلى مارا. مرحبا، مساء الخير، صباح الخير، اسمي مارا وسوف أقدم لكم بعض الدروس التي استفدناها وبعض التجارب والأمور التي أرغب في التحدث عنها
فيما يتعلق بتقديم الرعاية للأطفال الأجانب الذين يعيشون في المكسيك الذين ينتظرون صدور سجل اللجوء الخاص بهم. هنا هذا العرض مدته 10 إلى 11 دقيقة سيسلط الضوء على نتائج البحث وعلى طريقة البحث أيضاً وأسلوبه. والغاية منه التركيز على أهمية تحقيق اللامركزية في أسلوب خلق المعلومات والمعرفة في قطاعنا. تم خطأ تقني، ربما علينا أن نصلح هذا الخطأ لكي نتمكن من الاستماع إليك. إذن قبل أسبوعين كنت في فعالية عالية المستوى تتعلق بالأمريكيتين حول الهجرة والنزوح واللجوء وكيفية تحسين ظروف المعيشة في أمريكا اللاتينية وفي الولايات المتحدة وكندا. كان هناك العديد من الممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية الذين يقولون أن طبعاً يجب شمل اللاجئين في عمليات الاستجابة وما إلى ذلك. ولذا أردت هنا أن أشير إلى أنه في إطار المساعدة الإنسانية فإن الأبحاث تشمل التي تشمل المجتمعات المتأثرة قد تقدمت كثيرا خصوصا خلال العام الفائت، ولكن هذا لا ينطبق على قطاعات أخرى مثل صنع السياسة أو مثل صنع السياسات الإقليمية أو الدراسات الأكاديمية. لذا من المهم لا نعمل فقط على تغيير قطاعنا وإنما أيضا القطاعات المجاورة أو التي تعمل معنا والتي تؤثر بعملنا. يمكنكم أن تجدوا هذه الدراسة أونلاين ويمكنكم الحصول عليها أينما كنتم عبر الإنترنت. Seems like we have lost connection to Mara. I am here, but my connection problem. Okay, there's something wrong on the other side. My connection is perfect. I live in Silicon Valley, by the way, so my connection is really high quality. There I am again. I am here again. Over to you. So next slide, please. If we can change the slide. Good. So if we change or if we divide knowledge creation in different stages, let's say, this is the stage of the need for the guide. The guide completely answered a need from practitioners and frontline workers in Mexico. That is that during the past year, especially since 2011, but especially since 2014, Mexico completely reformed its policies, its legal framework and policy framework concerning the care and protection of children in mixed movements, which means that also practices need to improve. What goes on now in Mexico is that, so Mexico, for those who come from other regions, is a country of destination, of transit, a country of origin too, and a country of deportation. So basically a lot of movement going on in the same country. This guide is specifically, as I said before, for those children who are awaiting for their international protection status, so refugee status or asylum to be decided upon by the authorities. Also, I forgot to say something because of the technical issues. ونسيت أن أذكر هنا. أريد أن أعرف ما هو رأيكم، إذا كان بوسعكم أن تدونوا في خانة الشات هنا في الشات بوكس
ما هي علاقتكم بالتوطين وأين ما هي أنواع التوطين الذين تقومون بها؟ هل تعملون في جامعة أو في منظمة أو لأوروبا أو هل تعملون من المكتب أو من الميدان؟ وإن كانت لديكم أي أسئلة أخرى أرجو أن توجهوها لي لأني أريد أن أعرف ما هو رأيكم. في الشريحة التالية أرى أن هذا موجود لدينا فقط باللغة الأسبانية. إذن أولا نريد أن نعرف ما هي آراءكم ولدينا ثلاثة أسئلة. Localization and contextualization when it comes to the production of knowledge, إلى. Tools, guides, handbooks, policy. ما هي الأدوات؟ ما هي الأدوات التي تستخدمونها؟ ما هي الهاندبوكس أو الدفاتر أو المبادئ التوجيهية التي تستخدمونها؟ وهذه المعرفة التي تستخدم لوضع السياسات عبر معظم المنظمات أو عبر مختلف الإدارات في منظمة واحدة. إذن لست أتحدث عن المشاريع بل على المستوى الأعلى. إذن ما هي التوجيهات والإرشادات والأدوات التي تستخدمونها؟ أرغب في معرفة آرائكم حول هذا الموضوع. ما هي الدروس التي استفدتم منها خلال عملكم؟ يمكنكم أن تجيبوا عبر خانة الدردشة تشات بوكس. أيضا ما هي الجهات الفاعلة المحلية والوطنية التي يمكن أن يكون لها دور أكبر في إنتاج المعرفة؟ نحن هنا نتحدث عن منظمات غير حكومية ومجتمعات محلية والدولة، وأيضا هناك الجامعات مثلا النازحة والأطفال والأشخاص الذين يعني الهجرة الأفريقية الذين يعيشون في أماكن أخرى، أشخاص من الخلفيات الفقيرة وغيرهم. إذن أريد أن أعرف منكم ما هي تجاربكم في هذا السياق. أما السؤال الثالث، ما هي الأدوات التي استخدمتموها؟ يمكنكم أن تجيبوا على هذا السؤال مباشرة. إذن ما هي المنهجيات التي استخدمتموها في السابق لكي تحرصوا على مشاركة هذه الجامعات، هذه الجامعات التي كانت مهمشة عن إنتاج المعرفة؟ ما هي بعض التحديات التي واجهتها؟ أحد التحديات كان أن ليس لدينا معايير في أمريكا اللاتينية للأطفال، للأطفال الذين يعيشون في الخارج، وقد تم وضع الأدلة التوجيهية لليونيسف كما ترون. هم لديهم الكثير من المعرفة والخبرة وبالتأكيد تعاوننا معهم حيث أنهم يقدمون الرعاية والعناية للأطفال، وإنما ليست لديهم برامج رعاية مخصصة في المكسيك. وعندما بدأت بوضع هذه المبادئ التوجيهية في 2017 اتبعت ممارسات متبعة لدى اليونيفاس، وهناك أيضا ممارسات تتبع في أمريكا، وإنما لم تكن هناك برامج مؤسسية لرعاية الأطفال. إذن نظرت إلى أوروبا وكنت أسأل نفسي دائما كيف يمكنني أن أستخدم المبادئ التوجيهية التي مستخدمة في المملكة المتحدة وفي النرويج، وكيف أستطيع أن أكيفها مع سياق أمريكا اللاتينية. وطبعا واجهتني بعض المشاكل في هذا السياق. أولا طريقة إنتاج المعرفة، كما ذكرت سابقا نحن لدينا مشكلة في القطاع الأكاديمي وفي وضع السياسات، وإنما لأنه لدينا يعني تاريخ من الاستعمار، وإذا إن طريقة نشر المعرفة هي من الأعلى إلى الأسفل وليس بالعكس.
ولدينا مركز للأبحاث في الشمال يقوم بوضع الأبحاث والدراسات. عادة تكون هذه المراكز موجودة في البلدان الاستعمارية السابقة. كيف نستطيع أن نتبعها وكيف يمكننا أن نحرص على أن هذه المعرفة التي ننتجها سوف تكون مفيدة للمجتمعات التي نوجهها إليها؟ كيف يمكننا أيضا أن نوطن هذه المعرفة؟ كيف نستطيع أن نعمل محليا وعلى مستوى الوطني؟ لأن في الكثير من الأحيان نعمل في ظروف معقدة كما في مدينة مكسيكو فيها 200 مليون ساكن وفي المكسيك 32 ولاية وهي بلد متنوع جدا وشازع ويعني هناك عدة أشخاص من خلفيات مختلفة من اللاجئين ومن سكان البلاد الأصليين وهذا ما يزيد من درجة التعقيد في طريقة تقديم عمل. إذا هذه أسئلة مهمة جدا كان علي أن أجيب عليها فيما كنت أعمل على وضع المبادئ التوجيهية. وفي الشريحة التالية نرى كيف نستطيع أن نتوصل إلى الملكية المحلية. إذا كل هذه الأفكار والمخاوف كان هناك الكثير من التفكير والنقاش مع اليونيسف في المكسيك ومع أيضا المسؤولين عن برامج رعاية الأطفال وعملنا مع برنامج رعاية الأطفال من خدمات رعاية الأطفال ومع العائلات المختلفة في المكسيك. كما قلت لكم أن هذا مشروع لا مركزي لأن لدينا العديد من مراكز رعاية الأطفال في كل من الولايات 32 في المكسيك، لذا كان من المهم أن يكون لدينا يعني تواصل مستمر مع مختلف المكاتب المنتشرة عبر المكسيك. هذه الصورة أنا فيما أحاول أن أشرح عملية التوصل إلى وضع المبادئ التوجيهية. إذن في أنا لم أكن أعمل على هذا الموضوع بشكل متواصل، كان هناك انقطاع لأنني كنت في أوروبا في وهنا في المكسيك وكان لدي يعني نقاش وحوارات مستمرة مع مكاتب وخدمات رعاية الأطفال للتوصل إلى الملكية المحلية، الملكية الوطنية، وأيضاً توصل إلى وضع الممارسات وتطبيقها في المكسيك. أما بالنسبة للأخطاء والدروس المستفادة، الخطأ الأول الذي واجهته أو الذي وقعت فيه هو أننا لم نشمل أي من الأطفال الباحثين عن اللجوء في وضع الحقوق، وهذا بسبب قلة الخبرة. وأيضاً اعتمدنا كثيراً على التجربة الأوروبية وإنما لم يكن هناك من تواصل مباشر مع الأطفال الذين نعمل من أجلهم. منذ سبتمبر 2018 كنت قلقة حيال هذا الأمر وكان علينا لأن كنت مصرة على أن يكون هناك يعني شمل ومشاركة مع الأطفال ليس فقط لكي نسألهم عن آرائهم ومدخلاتهم وإنما أيضاً في وضع التصميم وتفكير المشروع والأبحاث، وهذا أمر غاية في الأهمية. وأيضاً هناك مسألة أخرى وأريد أن أنهي بها
هو أن علينا أن نغير من طريقة إنتاج المعرفة. هناك العديد من المجموعات المهمشة تاريخياً من عملية إنتاج المعرفة. هناك وطبعاً الأشخاص الذين يدرسون العلوم الاجتماعية يعرفون ذلك، فنحن ندرس ذلك في الجامعة، لأن طبعاً دراسات العلوم الاجتماعية بدأها رجال بيض من بلدان استعمارية، وهذا أمر علينا أن نغيره، ويجب أن نعطي الديمقراطية وأن نصبغ الديمقراطية على عملية إنتاج المعرفة. لذا فإن هذه الجماعات المهمشة يجب أن يكون لها صوت في عمليات الأبحاث. إذن في مراكز الأبحاث والجامعات إذا لم تكن مستعدة للقيام بذلك، فإن عليها أن تغير من بنيتها ومن طريقة قيامها بالأمور. كما قلت قبل أن عملية صنع السياسات مهمة جدا في هذه المنطقة. لم يكن هناك مشاركة من جمعيات اللاجئين ومن جماعات اللاجئين في عمليات وضع السياسات المتعلقة باللاجئين، وهذا أمر يجب أن يتغير. ربما يجب أن تكون هناك مشاركة من مراكز الأبحاث ومن الجامعات ومن المكاتب التابعة للمنظمات الدولية لكي نتمكن من إضفاء الديمقراطية على عملية إنتاج المعرفة. وهذا كل ما لدي. هذا هو عرضي التقديمي. أود أن أتابع هذا النقاش. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تعليقات أو شكاوى، أو إذا كانت لديكم مقترحات، أرجو أن تشاركوني إياها. ويمكنكم أن تجدوني عبر لينكدإن. أنا نشطة جدا عبر تطبيق لينكدإن. اسمي يمكنني أن أترك لكم بريدي الإلكتروني هنا أيضا. يمكنكم أن تشاركوني مخاوفكم أيضا ونقاط القلق لديكم، وأنا أعرف أن البعض منكم لديه قدرة أكبر على تغيير الوضع وعلى القيام بعمل مهم. شكرا لك مارا. كان هذا عرض مهم ومثير للاهتمام، وهذا أمر تم، يعني هذا المشروع الذي تم اختياره وإنشاؤه في سياق مختلف. لدي سؤال هنا ربما أضعه لك في خانة الدردشة. أحدهم قال أن هذا الموضوع مهم جدا، ويتساءل ما إذا كانت هناك طرق للبحث في الممارسات المحلية فيما يتعلق بمشاركة الأطفال وكيفية القيام به. لدينا دقيقتان، ربما يمكنك الإجابة عن هذا السؤال. نعم، كما قلت سابقا أنا الباحثة، إذا أنا أقوم بعمل البحث، وقد أوجدت أنشأت البحث ليونيسيف ولشبكة أمريكا اللاتينية. طبعا هاتين المؤسستين لديهما الكثير من الوسائل والممارسات في إجراء البحوث. منكم أولئك الذين لا يقرؤون الإسبانية بينكم، بالطبع البحوث كانت باللغة الإسبانية لأننا نحن في دول لاتينية، نحن في المكسيك نتحدث اللغة الإسبانية، إذن تم وضع البحوث بلغات البلاد. أنا لم أجري بحوث حول التجارب، لأن هناك بحوث أخرى تم نشرها من قبل يلاف ويونيسيف حول ممارسات رعاية الأطفال. وعندما بدأت بوضع المبادئ التوجيهية أو الكتيب، لم تكن هناك برامج لرعاية الأطفال آنذاك، إذن هذا الموضوع بحد ذاته لم يكن موجودا في الأساس. وأما هذا البرنامج، برنامج مؤسسي في المكسيك، وهو موجه لكل الأطفال الراغبين في المشاركة أو الذين يحتاجون إلى الرعاية. إذن هو موجود وتم أخذه في عين الاعتبار في عملية وضع الدليل. شكرا لك مارا.
يمكن قراءة هذه النقاط كلها لاحقا في نهاية الجلسة. إذا نريد أن نلتزم بالوقت الآن، لدينا المتحدث التالي هو أوسكار، وهو مستشار لمفوضية اللاجئين في بيرو، وسوف يحدثنا عن تجربة تجربته في بيرو. مرحبا، أنا في مدينة ليما الآن، إذا نحن في فترة الصباح حاليا. أنا أوسكار ويسرني أن أكون معكم الآن لأقدم هذا العرض. إذا العرض السابق سيكون مفيدا للموضوع الذي سأتحدث عنه أنا، وهو موضوع النظام أو منظومة حماية الأطفال في بيرو، وخصوصا الأطفال في حالة الانتقال. إذا فيها كما نرى هنا في السياق لدي بعض النقاط. هذا وضع جديد نواجهه نحن في بيرو منذ عام 2019. لدينا زيادة في حركة الأشخاص القادمين إلينا أو النازحين إلينا من فنزويلا. في عام 2021 الإحصائيات أشارت إلى وجود 1,200,000 شخص من فنزويلا في بيرو، وهم غير مستعدين طبعاً لمواجهة، والدولة لم تكن مستعدة لمواجهة هذه الحالة. وفي بيرو وزارة المرأة والجماعات الضعيفة هي التي توفر الحماية للأطفال والمراهقين، ولم تدرك الدولة أهمية هذا الموضوع إلا في عام 2021، حيث وصلت الحالات إلى أكثر من 2,420 حالة، ونحن نتحدث هنا عن أطفال ومراهقين أجانب وهم موجودون في البلاد. وطبعا كانت الوزارة تتعامل معهم من خلال تطبيق يعني أو خدمة أفضل مصلحة لهؤلاء الأطفال، وأن لم تكن هناك أساليب مخصصة للتعامل مع هؤلاء الأطفال، علما أن هؤلاء لديهم احتياجات خاصة، وهذا ما سنراه عن بعد قليل. إذن وممارسة الائتلاف التي أريد أن أتحدث عنها هي الاتفاقية ما بين مفوضية اللاجئين وبين وزارة المرأة والجماعات الضعيفة، لأنهم أدركوا في 2021 أن هذه العملية عملية طويلة الأمد، وأننا نحتاج إلى وسيلة للدعم هذه العملية، لأن نحن هنا في أمريكا اللاتينية وفي أماكن أخرى في العالم أعرف أن التغييرات السياسية تجري بشكل سريع، وبالتالي فإن المنظمات غير الحكومية أو المكاتب التابعة للأمم المتحدة ربما تتعامل اليوم مع سلطة معينة، وإنما بعد أسبوع أو بعد شهر من اليوم قد تتغير هذه السلطة. إذن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون مهمة جدا في سياق من هذا النوع. وكما نرى في الشريحة التالية، الاتفاقية ما بين الوزارة ومفوضية اللاجئين تركز على نشاطين اثنين. أولاً بناء بروتوكول محدد لخدمة حماية الأطفال، لأنه مطلوب وهو أمر كان جديداً على كل الفرق المهنية العاملة في المجال. إذن كان من الضروري وضع بروتوكول محدد، وسيتم إنشاؤه خلال الشهور المقبلة. أما في الحالة الثانية فكان هناك ضرورة لتدريب الفرق، وإنما الفريقان يعني فريق المفوضية وفريق الوزارة أدركا أننا نعمل في ظروف محددة ومخصصة فيما يتعلق بهؤلاء الأطفال. نرى في الوسط الأطفال، وطبعا هم كل البرامج المتعلقة بخدمات الأطفال تعمل حولهم وحول مصلحتهم، وإنما علينا أن ندرك أن الأنظمة والالتزامات
المشمولة في اتفاقيات حقوق الأطفال ليست واحدة التي تطبق، فهناك أيضا التزامات حكومية وهي تنطوي في إطار القانون الدولي للاجئين، وأيضا هناك التزامات أساسية تتعلق بمنظومة حقوق الإنسان. إذن نحن نحتاج إلى مهنيين متخصصين في مجال حماية ورعاية الأطفال، وهم لديهم طبعا اختصاص في هذه المجالات الثلاثة. نحن هنا نتعامل مع نساء، مع أطفال، مع مراهقين، مع ذوي احتياجات خاصة، وعلينا هنا أن نضيف التزامات حكومية إضافية. إذن كان هذا من التحديات الكبيرة التي يواجهها هؤلاء المهنيون. إذن ولكي نساعد هذين الفريقين أو هذه الفرق في الميدان التي تتعامل مع حالات كثيرة كل يوم، كنا بحاجة إلى إصدار برامج تدريب، وطلبنا منهم أن يكون لديهم منهجية، يعني مقاربة منهجية للتعامل مع رعاية الأطفال. كما نرى هنا، نحن أعددنا هنا هذه الشريحة لمساعدة الفرق على الوصول إلى هذه المقاربة المطلوبة منهم. إن الاهتمام التقليدي في مجال رعاية الأطفال في البيرو كان يركز بشكل أكبر على الأسرة، على عائلة الطفل، وأيضاً على تحليل السياق العائلي والسياق الاجتماعي والتوصل إلى نتائج ما إذا كان الطفل يحظى برعاية من ذويه أم لا. وإنما ما رأينا هو أن هناك أوجه مهمة جداً، فهذه الفرق يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عندما تتعامل مع حالة معينة. فهناك حاجة إلى الحماية الدولية، وهذا أمر أساسي، وهو التزام قسري إذا كنا نتحدث هنا عن أطفال لاجئين. وهناك مسألة الجنسية، ومسألة أيضاً مستندات اللجوء أو مستندات الشخصية، لأننا نريد أن نعطي كل هؤلاء الأطفال وضع قانوني وشرعي كلاجئين. وأستطيع أن أقول الآن أننا لدينا التنظيمة والأنظمة الإلزامية وفقاً لما تتطلبه المعاهدات الدولية، وإنما ليست لدينا كل جوانب. وإنما هؤلاء المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال في الميدان ليست لديهم بالضرورة كل هذه الأدوات. إذن هنا نرى في التحديات، طبعاً هذه عملية طويلة الأجل، إذن نحن وزعنا التحديات ما بين القصيرة الأمد وطويلة الأمد. في التحديات القصيرة الأمد هناك مسألة متابعة تدريب الفرق. أخذنا بعين الاعتبار أن يجب أن يكون هناك قدرة لدى هذه الفرق على التنقل، لأننا ندرب أشخاص اليوم وبعد 6 أشهر يكون لدينا أشخاص جدد، ويجب أن يكون هذا التدريب مستمراً، يجب أن تكون عملية مستمرة تراعي هذه الحالة. وأيضاً بالنسبة للتحالف ما بين الوزارة وما بين المفوضية، أن علينا أن نفكر في حال هؤلاء الأطفال وفي تعليمهم وفي صحتهم وما إلى ذلك. To promote legislative modifications, because we have to put all the national regulations in line with the. لوضع هذه الإجراءات التي وضعتها، التي وقعت عليها البيرو. نريد أن يكون هناك قاعدة لهذه العملية، وأيضا في الأمور هي القصيرة على المصادر، لأن بالنسبة لخدمات الحماية نحتاج إلى ممارسين خبراء ومصادر تمويلية. هذا ليس فقط البروتوكول الذي يمكن يحل المشكلة،
ولكن هناك أمور إدارية أيضا مصادر بشرية هناك تأثيرات على هذه العملية أيضا وأنهي في الشريحة الأخيرة أريد أن أعطيكم بعض الأسئلة ربما سأبدأ بهذا والنهاية أيضا هذا شيء هذه ليست معادلة أنا لدي حل لهذا نريد أن نفكر بالنسبة للسياق يجب أن هذه نفكر بالتحديات في وطني هنا لمجموعة من الأطفال وخاصة من هؤلاء المستضعفين من الفئات وخدمات حماية الأطفال حول العالم وخاصة هم لا يواجهون اليوم نوع من هذا النوع من المسائل نريد أن نتعلم من خبرة البيرو هذه الخدمات حماية الأطفال يجب أن يكونوا مستعدون لهذه الحالات لأنه في 2017 بدأنا نستقبل هذه الحالات هنا هذا طبعا يمكن درس لكل الجميع الموجود معنا شكرا أوسكار لهذا المنحة المثير بالنسبة للسياق وخيرات النظام العالمي في إعطاء حماية الأطفال في هذا الوقت الأطفال لأنفسهم أيضا هناك سؤال فيما يتعلق الدور للتحالف وهو في الترويج الذي يتعلق زيادة التمويل لحماية الأطفال كيف لا يمكن نتحدث عن هذا الموضوع وسنعود بسؤال آخر بعد ذلك دور اللاجئين والذين الآن يتحركون أيضا من اللاجئين هم يمشون نعم كليف نعم أريد أن أسلط الضوء على التمويل أيضا هذا مهم جدا هو عامل أيضا واحد من العوامل الأخرى بشكل خاص وأيضا أكبر من ذلك أنا أقترح هنا من خبرة هذا التحالف بين الأمم المتحدة والوكالات المفوضية السامية للاجئين وهذا النظام الأممي أيضا هذا هو يحاول أيضا بالنسبة للمرأة والمستضعفين أن يذهبوا إلى هذه الأمور التمويلية وهذا الموضوع وهذه المشكلة هي طارئة ولدينا هذا الاتفاق هذا الاجتماع ولدينا الترويج لهذا أيضا بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين ومكتبها having strategy أن يكون لدينا هي استراتيجية للتحالف يعكس ليس على الخدمات التقنية ولكن على الفرصة والميزانية والسؤال الآخر أيضا الجانب الآخر أنا أتفق معك أن جميع اللاجئين وتمثيل اللاجئين ويجب أن تعالج هذه الأمور خلال تقديم هذا البروتوكول لقد تم استشارة وخرطنا المجتمعات اللاجئين واستمعنا إليهم والبعض منهم خاصة مع الفنزويليين يعلمون هم المشكلة ويجب أن نعلم هناك أن نحل المشكلة وخلال العرض حيث كنا نتكلم قبل أيام قليلة خلال الجلسات هؤلاء اللاجئين في مجتمعات الفنزويليين نريد أن نكون شريكا في الحل هؤلاء أيضا الأشخاص الأخرى أعطوا الفرصة في فنزويلا وأعطوا إلى الخدمات الرعاية لأنهم هم لديهم جميع المتطلبات لكي يحصلوا عليها لهؤلاء الأشخاص
أن يكون اندمجون في تلك الدولة ويكون حلا في من هذه المشكلة. شكرا شكرا أوسكار. شكرا لجميع المتحدثين. كانت نقطة مهمة جدا أثرناها اليوم. نبدأ إيمي جمال جوب الذي تحدثوا عنها حول بالنسبة لحماية الأطفال والمشردين وتأثير الأمور عليهم في هذا السياق، وعكسنا أيضا كيف يمكن مشاركة هؤلاء. ومارس تحدثوا حول السياق والحاجة إلى المعرفة الديمقراطية وضمقرطة هذه المعرفة، وأيضا الخدمات وطريقة الحلول فيما يتعلق في رعاية الأطفال والممارسات وكيف يمكن أن نبني على ذلك. وأوسكار تحدث عن دور حماية الأطفال العالمية، مهم جدا في تقوية الخدمات من أجل التأكد أن الخدمات هي تتطابق مع خدمات الأطفال المقدمة إليهم. وسنستمر في هذه المحادثات. لدي بعض النقاط أريد أن أتوسع فيها، وخاصة فيما نتحدث عن سياق الأطفال في أوغندا وفي أيضا مثال المكسيك ومثال البيرو، وأيضا نتحدث مهم أن نفكر أيضا للاجئين هذه العوائق المتعددة والمشاركة ومشاركتهم وانخراطهم في جميع البرامج. هذا هناك بعض القيود القانونية التي تحد من ذلك، تعتمد من أين هم وأين يعملون والتحديات التي يواجهونها. أيضا تطرقنا إلى كيف نبني البرامج لسياق اللاجئين في هذه في تلك البيئات، في التوطين، أمور التوطين، وأيضا هناك طوائر جديدة واللاجئين جديد. يجب هذا النظام أن يتكيف، أن يكون متكيفا مع هذه التحديات بالنسبة للاجئين، واستخدام أيضا هذه احتياجاتهم. كيف نحن نعمل على جعل برامج محلية، وأيضا نفكر كيف يمكن التوطين يمكن أن يشارك في الحل بشكل عام. ذكرنا أيضا مهم نبدأ مع المجتمعات وأن نفهم أولوياتهم من خلال الملكية وما الذي اللاجئين يملكون والعملية اللاجئين تلك في بالنسبة لمشاركتهم وانخراطهم. وسمعنا بدون أن نذكر أيضا الأطفال الذين في عملية التحول، هذا أمر مهم جدا أن نضعهم في هذه العملية. ونتحدث عن السكان اللاجئين حيث الآن أيضا الذين الآن في عملية طور اللي يمشوا أن يكونوا هم لاجئين. هناك فئة مجموعة من هؤلاء الفئات، أن نفهم ما هي حقوقهم، ما هي أولوياتهم. لدينا أيضا مجتمع الميم، لدينا هناك فئات مختلفة من كيف يمكن أن نتأكد أن يكون هناك أمور من أن ننوع آرائهم وأن تعكس أيضا في تلك البرامجنا، ونتأكد أن صوتهم يسمع في هذه العملية وتحول هذه القوة والمنحة إلى الاتجاه الديمقراطية. هذه النقاط أردت أن أشارك معكم لوح الجامبود. ما الذي أنتم تفكرون؟ ننتقل للمثال الثاني لو سمحتم. نعم، بناء على ما سمعتم
ماذا كنت ستفعل بشكل مختلف أو معالجة هذا موضوع التوطين بالنسبة لتحويل القوى من الأدوار الإنسانية إلى المجتمعات؟ ما هي أفكاركم حول تلك الأمور أن تضعوها رجاء؟ وسنفتح المحادثات أو حول هذا الأمر. ربما بينما ننتظر المشاركين أن يساهموا في اللائحة جامبو، أوسكار أعطي الكلمة لك. جماعة جوب تتحدثون أكثر قليلا حول السياق والتوطين وخاصة في مضمون اللاجئين المستضعفين. نريد أن أعطي هنا تعليقا. نعم لقد رأيت تعليقاتكم تقول أن منظمتي نعم أعلم نتحدث حول التوطين وبالنسبة للتحالف هو قد لا يكون مهتما بك. هذا يقول قوتنا نحن تستمر وأن الجميع وكل المصانعي القرارات أن يشاركوا في من السكان في هذا عملية الخلق ومشاركة المجتمعات المهمشة. وأيضا تحدثنا عن هذا الحكومات غير مهتمة كما نعلم أن نحن في تلك المجموعات في الدول الأمريكية اللاتينية بالنسبة للاجئين والناس الذين يمشون أن لديهم الأولية. هم ليسوا من السياقات، ليست في المكسيك أو البيرو أو الأرجنتين. نريد نحن دعوة لعمل فعل ما بالنسبة للتوطين أن يكون هو فاعلاً. الرسالة ليس لك لأن أريد أن نهينك ولكن رسالة للجميع أن نفعل ما الذي يجب أن نفعله بشكل عام. أرى بعض الإجابات مشاركة التعليقات في اللائحة أو الجامبو في بناء المقدرات في المجتمعات والشركاء. وأرى أيضا ترويج البرامج وخاصة دور اللاجئين والمشردين في السكان الأطفال الذين يعملون نعمل معهم والاستشارة مع المجتمعات. هذا من الأمور البارزة التي ذكرت. أريد أن أسلط الضوء على عمل جديد في الأعمال. أوسكار الذي ذكره سابقا، هذه كيف يمكن هذه التعليقات تضمينها الشريحة التالية؟ أوسكار أرى يدك تفضل. نعم أردت بالنسبة للتوطين والمنحة الذي ذكرته، نحن نفكر بحماية الأطفال. هذا النظام نريد أن نأخذ اعتبار أين هذه الخدمات تعمل، أين تعمل تلك الخدمات. بالنسبة لخدمات لحماية الأطفال هناك مكاتب حول الدولة. نريد أن نعلم من هم هؤلاء الأشخاص. هناك أشخاص في فنزويلا موقعهم في لوميا ليما في الشمال، ولكن أيضا لدينا في هذا الموضوع الخاص موقع لهذا الأمر في أيضا يتوافق مع البيرو، لأن الناس يمشون من فنزويلا إلى البيرو، يعبرون كولومبيا إكوادور، وهو هذا أين سيذهبون إلى هذه الحدود الجنوبية. نريد كيف يذهبون لتلك مكاتب اللاجئين وإذا لا تمشي بعض الكيلومترات. لدينا هناك حدود مفتوحة في أمريكا اللاتينية
وأيضا بالنسبة لحماية الأطفال أمر مهم جدا. لقد ذكرت هناك الإجراءات أو القوانين الوطنية، هناك هناك المناطق أو معينة يجب أن نهتم بها. هذه نقطة مهمة جدا ذكرتها. أيضا هناك الأقليات الأخرى والاستجابة لهذا الموضوع، وأيضا ذكر دور الأطفال وأصواتهم. أوسكار، لدينا أنت تعمل في أوغندا، كيف بالنسبة للتنوع بالنسبة للاجئين واللغة؟ أن نتأكد هناك أصوات مختلفة يمكن أن نسمع إليها بشكل كامل وشامل. شكرا. لقد تابعت هذه ما أنتم حتى حسدموه، يمكن أن نعمل عليه بشكل مختلف. من المهم أن نقدر أن السكان اللاجئين لديهم الإمكانية، وخاصة في عملية تصميم البرامج والاختلاف الهيكليات بين المجتمعات والمصادر. نتأكد أن اختلاف الهيكليات مختلفة يمكن مشاركتها في تلك البرامج التشاركية. وهناك أيضا برامج تبدأ، وهناك بعض التمويل الذي يقول قليلا، هذا لن يجدي ما هو نريد أن يحققه، ولكن مشاركة المجتمعات وأفرادها في تلك خلال تلك البرامج في رواندا. لقد لدينا اندماج جيد في هذه المجتمعات في المنطقة في وصولهم إلى الخدمات منذ بدء استوطانهم. اللاجئين يتموضعون ويتحدثون لغات مختلفة. نحن نستضيف اللاجئين من جنوب السودان، وكيف كانت هناك تأثرت بالنسبة لنزاع قبلي في جنوب السودان. رواندا، نحن نفهم تلك الموضوع ونفهم الموقع ونعرض الفرص بالنسبة للقيادية ووضع العروض وجميع المسارات الأخرى للتأكد أن الجميع يتم توطينهم في أوغندا. لدينا بعض الأمور حيث الأقليات لقد همشت بسبب الأعداد الأرقام. إذا كان أقليات لدينا بعض الأطفال يشاركون ببعض النشاطات، بعض الأحيان لدينا مترجمين، وهذه نحن بحاجة لذلك. وأيضا في الأدوات الصغيرة لأن يكون هناك تصنيفات فيما يتعلق هذه الخدمات، أمور هي مثل أفلام كرتونية لكي يتمكنوا تسهيل تلك الأمور لجميع الأطفال من جميع القبائل الموجودة متواجدة في السودان. تأكد أن كل الأولاد يتم سد حاجات اللغات في هذا الأمر. شكراً. أرى بعض هناك المجتمع الاستشاري يجهون يقدرون التنوع، وبنيابة عنهم ربما أن نتوسع حول الأمر حول التنوع، بناء هذا الأمر من قبل الأطفال وخاصة أمور التوطين وعمليات التوطين. نريد وكيف يمكن أن نعمل بشكل أفضل دور الأطفال في العملية التوطين نفسها. لقد تحدثنا عن التوطين، يبدو أن هذا أمر قصري. إذا نفعل التوطين
بدلا من أن نتأكد هذا العملية تتعلق التزامن بالنسبة للإساءة بعض الأحيان. بعد ذلك أوسكار، نعم، المجتمع، قرارات المجتمعية موجودة في جميع دول ومناطق وجميع بين من المجتمعات المهمشة يوكلا، ولسد احتياجات الناس أو شخص في هنا في إسبانيا يقوي المجتمعات، لأن بعض الدول في المكسيك هي بعض من الأمثلة، في أيضا المجتمع المجتمعات يتعاونون في هذه الهيكلية الموجودة، ليس فقط المجتمعات اللاجئين ولكن العكس تماما. ننظر، نحن نبحث عن هؤلاء الأفراد، نحن نطبق هذه النظرة الأوروبية في ناحية ما، وأيضا نخدم نفس المنهج بالنسبة للمجتمعات وصناع القرارات في المجتمعات. في هذا السياق كوميتاريوس أنتم ذكرتم هذا أمر مهم جدا. شكرا جزيلا لك. نعم تفضل أوسكار. أريد أن أشارك مثالا هنا كيف نطبق هذا مثال عن أن تطبيق المشاركة ليس أمر سهلا كما يبدو عليه، أو على الأقل هنا لدينا في بيرو، حيث لدينا حالة طارئة من اللاجئين من فنزويلا. في بعض الحالات لدينا مراهقين بنين وبنات، هم يخضعون لخدمة رعاية الأطفال، هم يريدون العودة إلى بلدانهم، وإنما نحن كحكومة لدينا هنا مشكلة، هنا تحدي، فكيف نستطيع أن نأخذ في عين الاعتبار رغبة هؤلاء المراهقين وأصواتهم الذين يريدون العودة إلى بلادهم، وفي الوقت عينه كيف نستطيع أن نراعي مصلحتهم وأفضل ما يخدم مصلحة هؤلاء المراهقين. إذن هنا لدينا مسألتان مهمتان يجب أن نوازن ما بينهما، وهذا تحدي يواجهه المهنيون في مجال رعاية الأطفال وحماية الأطفال. شكرا لك أوسكار. إذن هنا لدينا تعليقات، سوف نتناول النقطة الأخيرة. نركز أكثر على حماية الأطفال المرتكزة على المجتمع. طبعا هذه مسائل لا يمكن أن نحققها بين ليلة وضحاها، بل هي يعني هي عملية تتطلب التدخل من مختلف الجهات والمنظمات، وتتطلب عملا لمدى سنوات، ويجب أن يكون هناك جسر ما بين المنظمات العاملة في هذا المجال والوسائل الجديدة. لا أعرف إذا كانت لديكم أي مقترحات حول كيفية مد هذا النوع من الجسور وحول الأبحاث المطلوبة. أود أن أضيف هنا كليف، هذه مسألة تم ذكرها في بعض النقاشات، وهي تتعلق عن آليات المساءلة، وطبعا هناك نية في وضع هذه الآليات فيما يتعلق باستشارات الأطفال والمجتمعات المستهدفة، وإنما في طريقة العمل التوطيني يجب أن تكون المساءلة مقصودة فعلا. وعندما نضع هذه الآليات في مكانها، وعندما نستمع إلى الردود الراجعة والملاحظات من المجتمع، يجب أن تكون هذه مفتوحة ومتاحة للأطفال الذين نتعامل معهم. نحن يجب أن نستمع إلى ملاحظاتهم وإلى آرائهم وردودهم الراجعة عندما ننظر في كيفية تكييف برامجنا لكي نخدم مصلحتهم. وثمة
أهمية يجب أن تعطى أيضا لدور المراقبة والتقييم المستمرين, وهناك طريقة دائما لكي نعرف ما هي مشاعر الأطفال, ما هي أصواتهم, وكيف يتلقون هذه التدخلات, وكيف يمكننا أن نستعمل هذه الآراء الراجعة وهذه التغذية الراجعة لتحسين وتصميم عمليات التدخل في المستقبل. إذن أشكركم جميعا. نحن وصلنا الآن إلى ختام هذه الجلسة. أريد أن أضيء على بضع نقاط. بدأنا بالتحدث عن أولويات الائتلاف العالمي, وركزنا على مسألة مشاركة السلطة وأيضا نقل القيادة إلى الفاعلين على الأرض وفي الميدان فيما يتعلق بخدمة مصالح الأطفال ورعاية الأطفال. وأيضا تحدثنا عن التمويل وتمويل المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية التي تعمل في مجال حماية الأطفال. وإنما فيما يتعلق بالعمل الفعلي, نحن حددنا 3 أهداف, وهي المشاركة ذات المغزى في المجتمع, على أن يكون هؤلاء المشاركون يعني شركاء فعليين. وأيضا طريقة عملنا للوصول إلى تطوير معاييرنا وأدواتنا العالمية يجب أن تعكس بالضرورة طبعا الأولويات التي تحددها المجتمعات المحلية التي نخدمها. ومن الضرورة أيضا أن نتحدث عن الحرص على إتاحة الفرص وإتاحة المجال للاستماع إلى المجتمعات المستهدفة. استمعنا إلى إيمي وجوب وجنا حول البحث الذي قاموا به فيما يتعلق بالمساحات المخصصة للأطفال وأثرها على الأطفال والفرص المشاركة مع المجتمعات, وأيضا الملكية التي ستعطى للمجتمعات في هذا الإطار. أما مارا فتحدثت عن التحديات التي تواجهها في التكييف الإجراءات التي يتم إعدادها في سياق معين ومحاولة تكييفها مع سياق آخر, وكيفية التفكير أيضا في كيفية البناء على الأسس الموجودة في المجتمع وكيفية البناء عليها وتطويرها. وأوسكار تحدث أيضا عن النظام الدولي. وفي النهاية أريد أن أذكر هذه الفكرة, كيف نستطيع أن نحرص على أن تكون برامج حماية الأطفال محلية وضمن خصوصا في هذا السياق العالمي حيث تستمر الطوارئ والكوارث وحالات اللجوء وحركات الهجرة والنزوح. وطبعا هناك العديد من المجموعات المهمجة من اللاجئين ربما ليست لديهم أصوات تسمع كسائر اللاجئين في أماكن أخرى. هذه نقاط مهمة ويجب أن نفكر فيها فيما نواصل عملنا. والآن اسمحوا لي بأن أشكر إيمي وجوب وجنا ومارا وأوسكار على مداخلاتهم القيمة, وأشكر المشاركين أيضا على الأسئلة وعلى الملاحظات التي أدلوا بها, وأشكركم على العمل الدؤوب الذي قمتم به لإعداد كل هذه العروض. إذن بهذا نصل إلى الختام. أرجو أن تكون هذه التجربة قد أفادتكم. هذا الحوار مستمر بالطبع, وأنا أتطلع إلى استمرار مناقشته في المستقبل. شكرا لك كليف.